بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن أجمل، بلاد ميلاد، بلاد ميلاد. بنحلم بفضاء أوسع، بنحلم بزمن ممتد لحد حدود حدود الحد، وطن لا فيه هم لا غم، فقط نسعد. الشمس والضوء نحلق ما يحتنا جو، نقيل فيها مرتاحين وريحة البن نتاوق لها مستنين، يمر فنجان علينا ونتكفى ونضار الدم غني على بلاد سمحة، نحلم كم حلم مفتوح، بيطلب صباح روح صباح روح. مرقى الصمت هل ما بقدر عليك أسوح. أبوي أبوي ماشي واني أبوي ماشي، شوف شغلي ماشي، شوف البي ولا علي. أبوي أنت عيان والدكتور قال مفروض ترتاح في البيت شوية. تابت أنت وإخوانك أظنكم متفقين علي، ياهو كلام ذاته. ها دايرين تقفلوني في البيت عشان ما الحاج عبد المهيمن الجمع 40 سنة تلعبوا فيه يمين وشمال؟ والله والله يا أبوي ولا في زول قال كده ولا في زول بفكر كده. أبوي عليك الله عليك الله يابا، أسمح كلامك كده وارجع معايا البيت. كابت رجع في القطر، والله تقف قدام وشي التاني إلا كان العصاية دي تابعك. أبوي كده عايل لي يا أبوي، أنا بنتك هدى. انا لا عندي بنت لا عندي ولد، فوت من وشي. يا مرقى الصنوت هل ما بقدر عليه السوس؟
هو خسيمك في المحاص صيد ولقت جاموس. خسيمك في المحاص صيد ولقت جاموس. ايوه يا مرض. ايوه معاك. لا لو سمحت استاذ خليفه. ايوه استاذ خليفه. اي احترم الناس ولا مقامات يا اخي. نعم. كم كم درهم؟ ليه؟ انت عارف شهادتي وخبرتي قدر شنو انا ولا ولا ولا؟ لكن كده احسن امشي امريكا انا بس. امشي امريكا عديل. ايوه. ايوه نعم. اسمع يا حاج. نعم. والدختك اتدخلت البيت ده؟ خير لك تمرقوا منه. ايوه. خطوبة 15 سنة؟ هيدا الخطوبة ولا نظام حكر؟ ايوه يا بحرين. ايوه يا بحرين. ايوه. لأن اخترتها مع الجماعة دي هاي. 5000 دولار معقولة لكن يا اخواننا هاي. انا وراي عريس وراي حاجات يا اخواننا. عاوز اخمد في العريس ده انا. هاي. والله يا زينب صدقتي. خليفة والدختي آسيا ده ما بتشكر. المطر إذا تكون كبت ما بتصف فوقه. لكن كمان خايف. خايف آسيا واختي تزعل مني لو ما عرست له البيت. وخايف كمان ناس الحلة يقولوا حاجة العشاء قبل يدي البيت لي والدخته آسيا. والدخته؟ أنت عندك والدخت أنت؟ كان الرجال كلهم زي خليفة والدختك الشر النسواني عقلا. عم العشاء. عم العشاء. خالتي زينب الحقيني. وبعدين يا خالتي زينب مالك يا هدى الحاصل شنو في أبوي شنو؟ ابوي مرق وما عارفه هو مشى وين. ابوكي ابوكي مروه تنزله من السرير ما في. وكان بعدين ليه تفكيره ده بقى مرات يخيب ومرات يصيب. مرق وين؟ وبيتين ما سمح كلامي يا عمي. وهو مرق 200 هسه قبل شويه يا خالتي زينب رايته حاج عبد المهيمن ده كان قريب بلحقه. مع انه انا ذاتي كايس اللي بيلحقني. ايه روحي يا خالتي زينب. حبوا تتصلي باخوانك يا هدى. اي بس رح احكي سريع يا خالتي زينب. لو اتصلتوا على الثلاثة ساعات بيكون كويس. عبد المهيمن ده بكون هسه خلاص جاته فيزا. الو الامارات. هدى يا بنتي ادخل على البيت جوا. عبد المهيمن حسه بيجي راجع. الناس شافوه يا خالتي قاعد يركب تاكسي ومحله المشى له وما معروف وين يا خالتي. هي ما يمكن مشى له عوض اخوك في السوق. يا خالتي ابوي له سنين ما مشى السوق وعوض ضربت له قال ما جا السوق كله كله ولا شافه يا خالتي زينب. ايه الله يكفيك يا حاج العشاء. شر الولد الخاسرة والبيع الكاسرة. الواحد يتعب ويربي وفي النهاية يجدعوه زي الكلب الأجرب. يا راجل ما تسكت. أسكت يا يعني حاج العشاء كطاب. السلام عليكم. أهلا يا كمال يا ولدي. ما شفت عمك عبد المهيمن؟ أبدا والله. ولكن حيمشي وين؟ إن شاء الله حي راجع. يلا يلا يا هدى خش على البيت بدل ما الناس بتتفرج فينا كده. ما حمشي ما حمشي يا كمال ما حمشي لحد ما افتش ابوي. اوكي اقعد هنا وافتش بخش انا ده. اخر زمن. هدى ادخلي ادخلي تعالي ادخلي ادخلي البيت يا بنتي ادخلي. أنا. وين مدسر؟ مدسر من ناحية؟ الولد شغال في المحل ده. مدسر يا اخي ده صاحب الشغل لوقت من سنتين. وانت منو؟ وصفتك شنو في المحل ده؟ انا ممكن تقول المدير. مدير؟ وقت انت مدير عوض ولدي شغال شنو؟
عوض ولدك؟ اهلا يا حاج عبد المهيمن. يا حجو جيبوا الكرسي للحاج اخواننا. كرسي ما فرطق على راسك. انا داير اعرف عوض ولدي شغال شنو في المحل ده. عوض ولدك يا حاج صاحب حد صاحب ملك يعني ممكن تقول عليه مشرف على المحل ده كله يا حاج. عوض يشرف على الموت الما فيه رجع الما بيعرف على الحرس. يا خساره يا خساره يا حاج عبد المهيمن. قروشك بوراك بقساك قبلك قبلك موديهم. ارجع ارجع ارجع. اسمع. نعم. عوض ولدي بديك مرتب كم؟ بديني 750 جنيه. سبعة بالجديد ولا بالجديد؟ بالجديد. البخاخ الحقون في البخاخ. البخاخ يا سويد. البخاخ يا جماعه جيبوا الحاج البخاخ يا جماعه. عارفه هدى يا بنتي الايام دي قلبي بيقول لي كلام كده غريب خلاص. في شنو في شنو يا عمي العشاء؟ بيقول لي عبد المهيمن ده زي المفهاري. وبعدين يا حاج قصتك شنو انت مع الموت دي؟ خلاص امشي 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 البيت. خلاص امشي امشي البيت اللي قاعد فيه خليفه ما ماشي من هنا قاعد قبالي. يا حبيبتي يا ابويا. اها احكي يا بنت ادخلي واي ويت خليفه. لو سمحت بس لحظه بس لحظه شنو لحظه خليفه. انا جاي من الشغل تعبانه وفترانه ومهدده. بعدين يا خليفه ما تقول لي مفاجاه. انا فترت من مفاجاتك اللي ما بتتحقق دي. اول حاجه دي حتكون مفاجاه خطيره ما زي المفاجات ديك. خليفه وحاط الله انا فترانه خلينا امشي ارتاح. خلاص نقعد هنا بس يعني. نقعد كيف هنا نقعد كيف؟ اقول لك كلام عشان تتاكدي من المعلومه. عيني خوجل ابو ظبي 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 بس يعني خوجل ابو ظبي. الساعه 12 مكالمه والدقيقه 23 و17 ثانيه. قال لي في المكالمه ان شاء الله يعني الامارات دي بتصلها ظرف شهرين ثلاثه تكون قاعد معانا في البحرين وانا رتب لك امورك وما في اي مشكله. يعني انت لو صبرت عليه شويه كده نلقى نفسنا في امريكا. يعني ما عندنا اي مشكله ونا فارق البلد دي. أجي فيك قريت فارقك ارتاح منك خليفة. معلش توتر مبرر ذاته. يعني الخطوبة طالت يا أخي طالت شديد كلنا والله طالت معنا. قروش عبد المهيمن وسنين عمره الراحت مثل حبات العرق في الرملة ويجمع فيها قرش فوق قرش من زمن ريال الملك فاروق. بتدور يعني تقسمها على الناس بتدور يعني توزعها كرامة وتمرق نظيف في الدنيا. ما يشغل لك مدير ونائب مدير وقبيلة ومرتبات الشي الفلاني وانت ولا هاهميك ما عشان القرش ما تعبت فوق. هاي من ست شاي لست شاي والجماعة إيدوا للكتف في قروش حاج عبد المهيمن. يا أبوي حاجة زي حصلت ما في الدكان ده. أنا كنت مشغله براي أمشي من درمان أجيب القماش من النقادة أسافر لشندي أجيب الفراد أسافر بالقطر نيالة أجيب المراكب براي. يلا ورقبتي هيا قاين نميت لك عدي مرجع لمن يعني أجيب لي قبيلة عشان تضيع موجودي يا ابوي. لكن قاعد لي كنت انا في المحل ده ما في. جيب جيب المفاتيح. حاضر يا ابوي. الله كان ما ابوك انت مفتاح علبة الصلصة ما يبقى عندك. يلا قدامي عندي قروش قدام ماشي حصيله قدامي. امر قلتو دكان ولا مصنع اطفي اللمبات دي حجر اللمبات حجر اللمبات امرك.
كان قايل حي عبد المهيمن مات، حي عبد المهيمن حي، وكان داير تاكل حقي، انا اللي بياكل حقي ليوم الليل امه ما ولدته. لك 3 شهور في البيت ده وزايق بالجر يا ابوي. في الحقيقه يعني هو يعني عنده ظروف كده يا ابوي، وانا غدرتها يعني. ظروفك اصعب من الظروف ان احنا مارين بها دي. شوف كلمه واحده وبقول لك، جهزت الايجار ولا لا؟ في الحقيقه يا حاج. الحقيقه عرفها براك زي كده. تعال يا عوض. جاي يا ابوي دقيقه بس. لا ابوك ولا بعرفك. تعال انت، تعال شيل بيدك، شيل، ارفع يا حاج. ارفع يا حاج. ارفع المدخلات يا حاج. مدخلات الايجار يا حاج. وين مدخلات الايجار؟ كم دي؟ دي 2000 يا حاج. 1000؟ اول القصيده كفر. عندي نمرتها مقطوعه، نمرتها مقطوعه، غيرها غير دي. يا هدى الموضوع ده لازم نصل فيه لحل. الموضوع ده احنا طبعا اتناقشنا فيه كتير جدا وما حغير رايي فيه. المره الثانيه والثالثه والرابعه ابوي ما بديه له اي زور. لو كلمه خالك ما بتعني لك حاجه، انا كلمه ابوي عندي بالدنيا. يا هدى انا خالي عبد المهيمن عنده ناس اقرب منك، عنده اولاده، عوض السكن بحري وشمس الدين اللي استقر في اللبيط، وخلونيك انت البت. حاسس شنو يا كمال؟ عايز تقول شنو؟ انا عايزك تفكري في الحقوق اللي عليك، زوجك وبيتك واولادك وحياتنا الخاصه. بس انا ما متعود افكر في الحياه بانانيه زي دي. انا عايزك تفكري فيها بامانه وبصدق. صدق في الزمن ده الظاهر دي بقت كلمه للاستهلاك فقط. يعني حيطلع يمشي وين يا هدى؟ وحيمشي وين؟ اسمعي، لو طلع من البيت واللي قال لك عوض، مش لو مشيت قعدت مع اختك في الثوره، لو مشيت اخر الدنيا واللي قال لك الحق ما عليك، الحق علينا ان احنا ديل اجبناك ودخلناك بيت حاج عبد المهيمن ده اخر الجزا، تعض الليد اللي تمدت لك. ها؟ بتقول شنو؟ لا خلاص اكيد ما في حل، ما في أي حال غير أجي أنا والأولاد من بكرة نقعد معاكم في البيت. طيب مع السلامة. عوض. نعم. قلت لي نمشي نعيش مع منو؟ مع أبوي. مع منو؟ نعم. والله يا عم عبد المهيمن والله راجل طيب، أنا بحترمه وبحبه زي أبوي والله العظيم، أنا مستعدة أخدمه، لكن أنت عارف يا أخي لكن. لكن؟ أهي لكن دي ما عايز أسمعها خالص. يلا. قومي جهز نفسك وجهز الأولاد عشان من بكرة الصباح هنكون عندنا سبوي. عليك الله يا وحيد، أنا جيت هنا عشان ارتاح. لو دايرني ارتاح فعلا ما تجيب لي سيرة هدى وسيرة أبوها ده نهائيا. يا كمال ما في علاقة بتنتهي بين الناس بالسهولة دي وبالبساطة دي. يا وحيد دي علاقة ما كان لها داعي من أصله يا أخي. لو ما كمال أخوي ده إنساني بالناس ومعدنه طيب، ما كان قدر يعيش مع الناس ده لحظة واحدة يا أخي. سهام خلاص يا أخي، دي حياة كلها استعلاء ونظرة تافهة للناس وحقيرة من فوق. خالي عبد المهيمن دمه هم قايلين نفسهم منه الناس دي، حياة كلها جشع وكش وخداع ونصب حتى لأقرب الناس له. سهام أرجوك ده باب أكفليه. هم اللي بيحاولوا يكفلوا لأنه كل شيء بيفضحهم. انت عارف البيت السرايا الساكن فيه ده بيت صاحبه، دخل صاحبه المسكين السجن بشيكات وبلاوي وتزوير لحد ما المسكين مات في السجن بالحسره والظلم. الدكاكين والمشروع الزراعي ومحصر الزيت الابيض كلها حاجات وراها بلاوي. ازال كمال يكلمه. سهام وبعدين معك؟ امي اختي الوحيده لحد ما ماتت ما كان بيزعل منها ولا بيزعل من ظروفها الصعبه، وحتى لما ماتت ما جاء إلا بعد أسبوع وما كان عنده استعداد يشيل حفنة التراب عشان يدفن قبورها. انت عارف الناس دي اللي إذا وجبتهم هدى لكمال؟ أقرباء وزملاء في الجامعة وبقت بيناتهم علاقة عشان يخدم أبوهم ويحرسوا لهم باقي عمره. والمهم من ده كله يا وحيد،
الشياطين بتحتاج للملائكة عشان تتضارى وراها. اسمع يا خليفة، انا اديك كلمة قبال ما تسافر لأهلك. اول حاجة، ساعة تقدمت لي بنتي ليلى يعني خالك احسن منك ما بلقى، يا هو عرس اهل وعرس سترة. لكن يا خليفة الموضوع طال 15 سنة، ولما جيت خطبت ليلى دي يا داب هي ما اشتغلت في الشركة، وحسها بعد كده نازل المعاش. معاش؟ طيب يا خال، ما خلاص اتحلت، تصرف المعاش ونعرس. خالك بديك اسبوع واحد، جيت عقدتها اهلا وسهلا، ما جيت عليك يسهل وعلينا يمهل. ما عندي لك بيت. ما هو يا خال برا. الايام دي البيكا بيقى في بيت عبد المهيمن كتير كده، ماله؟ الله يستر. نصيحة، مجرد نصيحة، في زول بيقبل النصيحة؟ ابدا. قلت لدي تتعيشي معانا هنا ابقى عشرة، ابقى عشرة على المصاريف. في دي صدقت يا حاج. جدودنا زمان قالوا شنو؟ قالوا فوق المثل القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، الله يرحمه. صح. قلت له ان بقى حسع ظروفك سمحة عطر ظروفك الزمان في بيت ابوك. قبال عوض ولدي ياخذك. قلت لك هذه لما تفيني. ابويا مثل منو؟ ابويا زي وين؟ ابوي جبل الكحل، ابوي مقنع الكاشفات. والله العشاء ابوي ضحك، والله ضحكت. حاج كده الناس عنك. انت ابوها لسه حي؟ ما مات؟ هاي عشق، انت خرفت يا اخي، ابوها حي والله ياكل عشاي وعشاك. هييييك، انا قايله مات والله العظيم. ابدا. الا اقول لك كلام. اصله من زمان، من ايام جدودنا الله يرحمهم، البنود بيسوى للشعر في ابهاتهم، وبيغنن كمان في ابهاتهم، وتلقى الابو طروره ساقي. قلت لها ابوك ياتو، ياهو سرق الدموريه والريال الضاع في دكان شيخ السوق، يعني لا من بقى بين الميتة والحياة ولا غيره. اها بكت ومرق الزعلان. انا غلطان على العشاء وانت بتغلط. الا حس عغلطة قاعد معاك من الصباح اسمع في حكاويك. الشيء اللي بتضيفني لا مويه لا شاي. مويه بيتك مو تراهو ده؟ ما لك داير تتعبني يا اخي، قوم اشرب عندها الكل. يا هعادتك شمس الدين، نحن لازم نلقى حل لموضوع ابوي. ما تتصور المشاكل اللي بيفتعلها وصلت لها تومدا. كمال ساب البيت، وسلوى زوجتي والاولاد برضو سابوا البيت يا شمس الدين. بس الغريب الفتره اللي فاتت دي كلها كان ما بتحصل منه اي مشاكل، وكانت حياته هادئه وعاديه. يمكن تاثير العلاج والادويه ما اداه فرصه، لكن اهو بمجرد ما شم العافيه بدل نشعر نحن بالمشاكل. شمس الدين ابوك طردني من الشغل، شال مني مفاتيح الدكان. انا عشان افتح الدكان الليله اضطريت سرقت منه المفاتيح. انا ما شايف في حل غير انه يجي يقعد معاك فتره في الابيض، على الاقل يجدد ذكرياته. ابوي يعيش مع منو؟ لا لا يا عوض، انت ما تفهمني غلط. انا حبي واحترامي لابوي ما عايز اي دليل، بس لكن الابيض الايامات دي ما جميله خالص، فيها برد شديد، برد غالص ما ممكن يستحمله زول في سن ابوي يعني، واكيد ده ما بينفع معاه مع صحته في عمره ده بالذات. ابوك حيسافر الابيض بكره في باص الساعه 7:30. 7:30 كثيرة كثيرة، زمان 5 مرات 4. يا احلى الزمان، زمان الباص يقوم 4 بس 4، والتذكره كم؟ التذكره زمان 5 ريال، هسه 60 جنيه. 60 جنيه وريال قدير زمان. انت عارفه يا زينب حاج عبد المهيمن قبال ما يسافر الابيض قال لي شنو؟
قال لك شنو؟ قال أنا زعلان من أولادي عشان كذي ماشي أحرمهم من الميراث. قلت له إن شاء الله بعد عمر طويل يا حاج، بعدين أنت اللي بيورثك منو؟ عارفة قال لي شنو؟ قال لك شنو؟ قال لي ما بعرس، عرس لي مرة تقوم تجيب لي وليدات. أوه يا راجل، عبد المهيمن بيصح وقال داير يعرس؟ وماله ما بعرس، الراجل صاحبي وجاري وبعرفه من زمان، مرته دي ما ماتت لها 10 سنة، أول مرة أسمع سيرة العرس في لسانه. ماله ما بعرس، إن شاء الله حاج عبد المهيمن يطلع من نصيبك. ها؟ أنت قايلة كبير؟ حاج عبد المهيمن ده مصغير وجاهل، وبعدين اسمعي نصيحة مني أنا دي أمك. الزمن ده الراجل ما بحاسبه لسنينه، بحاسبه لملايينه، وحاج عبد المهيمن جابوا ملان. ملان راسي أنا يما، عليك الله غير الموضوع ده. أي راسك ده ما ملاو لك ود عمتك خليفة، يا خليف فيه الكلش حتى ربي عليه. سيرت ابوي تاني سلوى، حاج عباس راجل فاضي، زول واحد بيقدر يجيب سيرته بكلمه فاضيه ما في. لكن كمان انت عارفه ابوي راجل كبير واحنا لازم نتحمله شويه. أوه. على العموم الموضوع ده انا تاني ما عايز اناقشه، كلها يومين ثلاثه وكمان راجل هو يلقى نفسه غلطان ويراجع نفسه ونرجع بيتنا تاني. يلا يا بنات يلا. شكرا يا مدى، شكرا لك. الحلوين يا سلام. ايوه ما عادش يعني يلا سكيم الراحة. اتصلت على شمس الدين اخوك؟ والله اتصلت قبل ساعة كده، لكن قال اي بس اتحرك من الخرطوم لحد هسه ما خشب ابيض. لا لحد هسه يكون اخر بس خشب، نضرب له عشان نسمعك صوت الحاجة. الو ازيك يا شمس الدين؟ يا عوض يا عوض يا اخي، الباصات دي كلها دخلت. ايوه الباصر حددته لي انت، ابوك ما فيه. يا عوض يا اخي انا بقول لك انه هاي اسمه في المنافسه موجود، المقعد رقم 22 الحاج عبد المهيمن الذاتي. لكن والله يا عوض صدقني ابوك ده ما جا له بيض خالص. عوض شمس الدين قال لك شنو؟ انا ما عارف ما عارف اعمل شنو. شوف يا عوض انت غلطان يا اخي، ما ممكن يا اخي، ما مفروض اصلا تخلي ابوك في السن دي يسافر براو. اسمعني عوض اقول لك كلام واضح، لا قدر الله لو حصل لابوي اي حاجه انت السبب. انا السبب؟ ايوه انت السبب. كلكم متهربين من المسؤوليه ودارين تعملوني. انا السبب، ليه ما تكوني انت؟ ليه ما يكون شمس الدين اخوك؟ هل انت علي هنا العمليه بريئه او بتعرف الواجب؟ انت وزوجك واولادك عايشين هنا ببيت ابوك، عايشين زي الامراء، وشمس الدين اخوك هناك متجوز على جوز الغريب كلها، وبعد ده كله هل بتحملون المسؤوليه؟ لما اقول لها ابوك جاي عليك زي كانه جاي عليك بحصان. والله يا زينب الزول ده مما ودعته قلبي ده بيقول لي كلام، وشه وش موت عادي. انت يا راجل غير سيره الموت ده اسمع عندك كلام؟ افو الموت مع مصير الأولين والآخرين، الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلنا لها. الآخرة ما بتدور. شوف عوض أسمع كلامي ما تكيف كدي، أول حاجة تمرق من دربك ده تمشي تبلغ البوليس وتمشي لإسبيتاليا وتشوف المشرحة، وكان حصل موت حصل أمر الله أخير من حصل نكون مستعد الليو ولا كيف؟ الحقوني يا ناس الحلة، أبوي مات يا أخوانا الحقوني، وام علي وام علي وام علي.
مرزوق ود اخوي. ايه باقي طولت من البلد خلاص، يجي 25 سنة والله أكثر. الحي مصير ورجع عمي. جابني الدرب. قلت تنزل أسلم عليكم وأشوف بلد أبواتي وجدودي. حبابكم ملي، حبابكم ملي يا عمي. شغال في الزراعة؟ أيه يا عمي. زارع وين؟ زارع هنا فوق واطات الحلة دي، فوق واطات جدودنا. إن شاء الله الزراعة ناجحة. الحمد لله يا عمي. فوق السنة الميتة بتجيب لها كده زي 100 شوال عيش. 100؟ ها يا أخوي، هنتحاسب. المثل قال أكل أخوان وتحاسب التجار. نتحاسب؟ نتحاسب فوق شنو يا عمي؟ كيف نتحاسب في شنو يا عمي؟ الوطن اللي بتزرع فيها 25 سنة دي حقت منه؟ والرأس أنا وأبوك وأخت أم الحسين، وحق أخت أم الحسين اشتريتهن بدري وضفت عليه حقي. أها حينئذ الميراث واضح. عمي ده كلام شنو اللي بتقول فوقه ده؟ عمك ما بخلي حقه للرجال، وكان بيت باكر من الصباح نمشي على المحكمة الشرعية نقف قدام مولانا والقانون ياخذ مجراه. انا بدور حقي في الواطاء وفي المحصول وفي البيت ده. انا ماشي على طاحونة التعاون، عندي فيها 12 سهم بدور، يعني اسال من الاسهم ومن ارباحها. وانت ما تقعد ساكت، استعد. ايه استعد، كان عندك شهود تشوفهم وكان عندك اوراق رسميه جاهزه. الطاحونة دي ما بتدور كمان، اخذت حقي على داير الملين. تدققوا ما تدققوا تاكلوها بالليله على كيفكم. يكفي منين الطاحونة كيفين؟ يا عبد المهيمن ده كلام الناس اللي بيقولوا، لو لقى طريقه يكفي مننا الهوا ده ذاته. ما متعود اعمل حاجه من غير نفس. يا سهام يا سهام يا اخي، ده واجب، والانسان بيعمل الواجب بدون رغباته وميوله الشخصيه. وطيب الحصل ده انت عرفته كيف؟ بصراحه انا مشيت عشان اتكلم مع هدى في الحاصل بيناتكم، اتفاجأت باللمه، وخالك المفقود ما معروف مكانه وين، وشمس الدين اجاسي من اللبيض بالطياره، والبلاغات اللي دونت في اقسام الشرطه، ويكو حكايه. دي حكايه طويله، اسمها حاج عبد المهيمن. ايوه يلف الباب جاياك. خليفة بس. ازيك يا حبوبة؟ ازيك يا خالة؟ هيا خليفة، اهلا اهلا حبابك، بركة جيت. الله يبارك فيك. الله يسلمك، الحمد لله شفناك. طيب امسكي امسكي امسكي. ايوه. لا 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 لا، دي لي ليلى، دي لي ليلى. طيب وين خالي الغداء العشاء؟ العشاء الناس جيراننا ناس عبد المهيمن، هاي هم اطشوا ورايح اولاده يفتشوا عليه وما لاقينه. قطر عجيب ودي ما يجيب. انت يا خليفه اشتغلت وين؟ في الامارات. قصدي الكفيل هناك في الامارات حذرني ورسل لي يقول قال لي ما جينا الا انت متزوج. طبعا انا جاي يعني عشان العرس ان شاء الله حيكون بعد اسبوع، فجينا يعني عشان نرتب المساله دي كويس، نشوفها حجز الصالات والعشاء حيكون كيف، الكوكتيل، الباستا، حاجات زي دي يعني، الفندق. طبعا عشان الفندق ان شاء الله شهر العسل حيكون في بلجيكا هناك في السويد. اوكي. ف ليلى وين؟ على السلامة يا عمي. الله يسلمك. أبوكم لقيته وين؟ والله مشى الحلة. ما شاء الله.
شاء الله. تفضل يا اخوان، تفضل 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 على بيتك. تفضل تفضل يا اخوان. الله يسلمك. الله يسلمك. خليفة خليك جادي وما تزوق. القروش دي جبتها من وين؟ ما قلت لك من الامارات. امارات كيف يعني؟ امارات الواحدة دي. الكفيل الكفيل عرف انه بيتعامل مع خبرة مع شهادات. قال لي تجي، قلت لي ما بجي الا ما لم اعرس لولا، فرسل لي طوال الدراهم. يا خليفة يا تكفيل ده اللي بيرسل لزول قروش وما بعرفه ولا مشى ليه؟ كل الاكفلة بالمناسبة، كل الاكفلة ده اللي بيرسلوا لما يقتنعوا بيعرف انه يتعاملوا مع منو. خليفة الكلام ده ما خش راسي. معلش تقعدي تقول لي الكلام ده ما خش راسي مرة، انت مع الناس دي شنو؟ بس انت ما دوتي عديل كده، حتقعدي كده لمتين؟ خليفة 15 سنة ما كفتك تمشي معاي تسافري معاي الامارات والعريس خلاص. اقول لك كلام ومسوي الجدادة دي. ها؟ سوي الجدادة. شنو؟ الجدادة. الجدادة. جدادة شنو خليفة؟ نجدية. نجدية عشان نجربك نشوفك نجادة ولا ما نجادة. نجادة. كلمة وبقولها قدامكم يا أولادي وقدام أبوكم ده الحاج الله يرحمه. ها؟ الله يرحمه ربنا ما بابا، لكن الفيك اتعرفت. جدودنا زمان الله يرحمهم قالوا البيت بلا مرة ما بيبقى، والحياة دي بلا مرة ما عندها طعم، والدنيا ذاتها بدون مرة مسيخة. المرة ياها بتسر الحال وبترضي البال. دحين أبوكم ده شوفوا له مرة هدية ورضية وبيت رجال وسمحة خصال. المرة دي شوفوها الليلة دي قبال باكر. أنا عمكم العشاء كلمة وقلتها لكم ومرقتها من ذمتي دي. أنا زينكم يا أولادي. تفضل يا حاج. ألو. أهلا يا حاج الفضل، كيف حالك؟ الله يديك العافية. أهاسي أختي كيف؟ ما شاء الله ما شاء الله. هيا قلت كيف؟ يا زول ده كلام شنو ده؟ يا أولادي كلام عمكم العشا ده الله يرحمه ما عاد. يا ابوي الموضوع ده بعد ده بقى حقنا نحن دير. ايوه حاج انت خذ راحتك تماما ونحن هنعمل اي حاجه. تمرق من بيتي. لا ما هو يا حاج تمرق من بيتي ده يا لولا. والحله دي انا ما عايز اشوفك فيها كله كله مفهوم؟ حاضر. تجي البيت ده راجع سكيني وتخليك في سجن فاهم؟ لولا يا لولا حاج. يا حاج مالك عمل شنو؟ عمل شنو؟ غش ابوه، باع الحواشة بتاعته وقال للقروش نشتري بيها تجارة، نخش في تجارة يعني، وبعد سنة واحدة ان شاء الله التجارة دي تربح واجيب لك قروشة من الطبقة 3 مرات. دي القروش هتجاب عشان يعرس بها بنتنا. لكن والله يا بنتي لو كنت عرست الولد ده كان وراكني يوم الظهر. بقول شنو يا ليلى؟ احكي نمشي لعبد المهيمن نقول له بركة جيت وشفناك طيب. يا عديلة
ويا مرات لا رزوها يا كفيل بكم يا ظول بتمنى درهم بشتغل معكم كتر خيركم بارك الله فيكم انت والذي المويدين بقى ما قدر تشربه خدتها بيجي زول يشربه ما دايم الا وجه الله جدا